جماعة هذه الخفص وهذه الخزامة. الله ريحة البر فعلا، أرض جميلة بس تحتاج ماء. الفراشات ما شاء الله، فراشات طالعين ما شاء الله من الصباح البدري. كثر الله خير أبو زياد، الدكتور أبو زياد وخيرك. والله مكان حلو أبو زياد، ها؟ اي والله خدماتك حلوة أبو زياد، يرد الروح الجو. خدماته حلوة، أرسل لي رسالة أمس وقال لي البر ومع الغداء مع التوصيل مع الترجيع. عاد أنا طمعت، أرسلت له قلت شامل الفطور، بس ما كان شامل الفطور. الله يكثر خير، فعلا الجو حلو ما شاء الله. خزامة سبحان الله ريحته، والفراش بشكل كبير سبحان الله. الفراش والدوشوش، فراش بشكل كبير خزامة سبحان الله ريحته، والفراش بشكل كبير سبحان الله. الفراش والدوشوش، فراش بشكل كبير. شعل أرجونا، شوف كيف المكان. هذا مخيم، والله صار مجمع قمايم للأسف. الأرض كرمته بالربيع بالمكان، شوف ايش قدم للأرض وايش قدم بعده. ترى هذا كل الأذى هذا بيصير على ذنب الشخص هذا، يتحمله. تعمل صدقة تلقاها، تعمل سيئة تلقاها حتى بالأرض. الله يهديك. هذه روضة الخفص، جنوب روضة. طيب هنا ما شاء الله شوف منظر الجبال هنا، وحتى بعد سيارة النظافة القمامة شوف يدور للأسف. يعني شيء إيجابي وشيء سلبي. الله ما شاء الله. إلى أعوذ بكلمات الله تعالى شر وقت. الغداء. أيوه. في ملعقة هناك. صور. أيوه. الحين التدفئة، ايش دخان غروب. الله الله برد صراحة. الحلقة الأخيرة من الكشتة ما شاء الله عليك، شنو هذول حلقة